أول شيء بدي أشكر لبنان كله، عن جد ما كنا متوقعين هالسيبور هيدا لأنتوني. كل اللبنانية بعقده شو عم يكتبوا له على الفيسبوك بيج تبعه وعلى تويتر، وميرسي كتير لدعمكم ولدعم الـ LBC. بس بدي وجه اليوم، بدي استعمل الفرصة ووجه مساج للي عم ينتقدوا لأنتوني، يلي عم بيقول له إنه شو بطل عيشبك لبنان هلا وقلت إنك آخد تيكي ألي سامبل، انه بليز معلش خلينا كلنا نعرف انه انطوني كتير تعب على حاله ليوصل لهون، كتير تعب على حاله وكتير احلامه كبيره، احلامه اكبر من انه يدق باعراس ولا بريستوران، وهالشي جرب يعمله ينطلق من لبنان عالميا وما قدر، فعشان هيك اضطر يروح على فرنسا لحتى يجرب ينطلق عالميا. بدل ما ننتقده خلينا كلنا نشجعه، لأنه منا هينة ابن 20 سنة يترك حياته وأصحابه وأهله ويعيش لحاله هونيك ويقلع لحاله بالطريقة اللي هو عم بيقلع فيها، وأن بلوس لازم يرد على كل هالعالم يلي عم تنتقده. ميرسي كتير لتشجيعكم مرة تانية. شو بتحبي تقولي له لأنتوني، توجهي له رسالة؟ بدي له أنه مام نحنا كتير منحبك وكتير فخورين فيك، الله يخليك والله يحميك، ووين ما وصلت مش مهم، رح نضل نحبك كيف ما كنت.